وللمزيد حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من نظام بشار الأسد في سوريا، وفق التصريحات الأخيرة للبنتاغون، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك معنا أستاذ باسل. أستاذ باسل أهلا بك معنا في قناة الرافدين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ باسل. بداية، في الأيام القليلة الماضية شهدنا كما تعلم حالة من التطبيع من بعض الدول العربية مع نظام الأسد. برأيك هل كانت هذه الخطوة أحادية أم هي بترتيب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هي بالتأكيد هذه الخطوة جاءت بما يمكن يعني وصفه بضوء أخضر، على الأقل ضوء مبدئي أخضر مبدئي من طرف الولايات المتحدة ومن طرف أطراف أخرى أيضا بالمجتمع الدولي مثل الأوروبيين وغيرهم، لأنه ليست وحدها الولايات المتحدة من تفرض عقوبات على النظام، لكن أيضا الاتحاد الأوروبي أيضا هناك عقوبات مفروضة من طرفها على النظام، وأيضا جامعة العربية كان سبق وأصدرت قرارات بعزل النظام. وبالتالي الأطراف التي تحركت هي أطراف حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، وإلى حد ما هي شعرت بعدم ممانعة من طرف الأوروبيين ومن طرف المنظومة أو الجامعة العربية أيضا. ولكن يعني ما تتفضل به يتناقض مع تصريحات الأمريكية. وزارة الدفاع الأمريكية كما تعلم اليوم صرحت بأن نظام الأسد تمكن من البقاء واستعادة السيطرة بدعم إيراني وروسي. هل هو اعتراف وتسليم بالأمر الواقع برأيك، أم كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ يعني هو اعتراف او تعامل المجتمع الدولي مع النظام السوري على انه نظام يجب ان يبقى وانه نظام باقي ليس جديدا، هو من عام 2014 عندما بدات الولايات المتحده والامم المتحده بالتخلي عن مسؤولياتها بشكل كبير او كامل فيما يخص الشان السوري، وبدات تقبل او ترضخ للتفسيرات الروسيه للقرارات الامميه، وبدات تتجاوز قرارات متعلقة بنقل السلطة والقرارات المتعلقة بإعادة تشكيل الحكومة السورية وغيرها، وأصبحت تركز فقط على الجانب الإنساني. لذلك فالاعتراف أو هذا الاعتراف أو هذه التصريحات وإن كانت الآن ربما تكون أوضح أو أكثر صراحة، لكنها ليست كنهج، هو ليس نهجا جديدا، وإنما هو نهج اتبعته المنظومة الدولية منذ فترة، وخصوصا الولايات المتحدة التي أوحت إلى كثير من شركائها بأنها لا تنوي او لا يعني تهدف الى اسقاط النظام في سوريا. يعني هل تقصد ان الولايات المتحده تخلت عن المطالبه بتغيير النظام في سوريا الى تغيير سلوك النظام، ام انها ايضا حتى في هذه الناحيه تغيير سلوك النظام باتت لربما يعني متساهله في هذا الامر ايضا؟ كما كنت اقول قبل قليل، اساسا الولايات المتحده عندما حددت اولوياتها فيما يخص الشان السوري هي لم تضع مسألة إسقاط النظام على قائمة أولوياتها، لا الآن ولا في فترة السابقة فترة ترامب ولا فترة أوباما. الآن مسألة تغيير سلوك النظام مسألة يعني تتغير نسبيا من وقت لآخر، ولم يعد هناك خط واضح أو شيء فاصل يمكن أن يعاير هذه المسألة. يعني في وقت ما تكون الولايات المتحدة تتحدث عن تغيير واضح وكبير في سلوك النظام، لكن في وقت آخر تبدأ تتجاوز هذه المسألة بشكل كبير. نعم. يبدو أن الضابط الفعلي في هذا الأمر هو قدرة النظام أو استجابته لطلبات الولايات المتحدة فيما يخص حلفائها في المنطقة، وتحديدا فيما يخص الحليف الإسرائيلي وحلفائها في شرق الفرات في منطقة الإدارة الذاتية أو ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد. نعم. الولايات المتحدة تعتبر تغيير سلوك النظام هو تغيير سلوك النظام تجاه هاتين الجهتين، وتتجاوز كثير من التفاصيل الأخرى المتعلقة بقضايا إدارة النظام وكيفية إمساكه بالدولة وإدارة الدولة للملفات الإنسانية وغيرها. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار، شكرا جزيلا لك.